في حديث العرب هذا الأسبوع. ليس للدولة عقيدة سواء كانت فلسفية أو دينية، الدولة يجب أن تكون فوق الجميع. النهضة هي التي صفرتهم وأقمكنتهم من زوايا السفر، والنهضة الآن تعارض عودتهم حتى لا تنفضح ينفضح أمرهم، والنهضة إلى اليوم تعارض التحقيق في ملفات هؤلاء الذين التحقوا. هل نصبت خيمتك في فرنسا؟ الأكاديمي محمد الشريف فرجاني في حديث العرب مع سليمان الهتلان. أهلا بكم في حديث العرب، واللقاء يتجدد بكم أيضا هذه المرة من باريس، حيث نستضيف الدكتور محمد الشريف فرجاني، كاتب ومفكر تونسي مقيم في فرنسا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا. 40 سنة في باريس. في ليون. في ليون. وليس في باريس. في ليون. نعم. أنا في ومقيم في ليون ودرست في الجامعة في جامعة ليون أثينا. ماشي. يعني إنتاج غزير جدا وكتب، ولكن معظمها بالفرنسي بحكم العمل. نعم. ضرورات العمل كانت تقتضي أني أكتب بالفرنسية، لكن شرعت أكتب بالعربية الآن. طيب خلني أبدأ بأعيدك إلى الماضي البعيد شوية. في شبابك انضميت إلى جماعة آفاق العامل التونسي، كانت جماعة يسارية ماوية. ما ظروف انضمامك لتلك الجماعة ثم خروجك منها؟ ربما المحدد في ذلك كان طبيعة نظام بورقيبة في ذلك الوقت، وهي طبيعة مزدوجة. نعم. كان مستبدا مستنيرا. الجانب المستنير هو اللي سمح أنه شباب من البدو الرحل مثلي أنا استطاعوا أن يلتحقوا بالمدرسة غداة. نعم. الاستقلال. نعم. وأنه التعليم كان في تونس منفتح جدا. نعم. في عهد بورقيبة، وخلق لدينا تطلع إلى الحداثة، إلى العدالة، إلى الحرية، إلى قيم كان الطابع الاستبدادي لبورقيبة في تناقض معها، وبمرور السنوات أصبح الطابع الاستبدادي يغلب على الطابع المستنير لبورقيبة. فنحن كنا أبناء الطابع المستنير لبورقيبة، ودخلنا في تعارض مع الوجه المستبد لبورقيبة منذ كنا في شباب. لكنك لا تلغي دور التنوير أو الجانب المستنير في إدارة وحكم بورقيبة، الذي ربما اليوم في تونس المجتمع التونسي يجني ثماره. أنا لا أنفيه ولم أنفيه قط. ونحن لما كنا نعارض بورقيبة كنا نعارضه من منظور أنه لم يكن وفيا للجانب المستنير الذي نهض به مشروع تحديث تونس بزعامته. يعني كنا كما قلت لم نكن نناهض الجانب التنويري، وإنما كنا نناهض الوجه الاستبدادي في سياسة بورقيبة، التي في سنوات في الستينيات، ستينيات القرن العشرين، وفي سبعينيات القرن العشرين انتهت إلى أنه أصبح رئيس مدى الحياة. وأعطيكم مثال جيد جدا ربما مرتبط بالمواضيع التي يعيشها العالم الإسلامي الحديث. بورقيبة لما كان في بداية الاستقلال له شرعية ديمقراطية. نعم. شرعية سياسية، شرعية إنسانية تجعله في غنى عن البحث عن شرعية في إطار الدين. وهل بحث عنها؟ في البداية لم يكن يبحث عنها، وكان يذهب إلى حد أنه يطالب التونسيين بأن لا يصوموا شهر رمضان لأن ذلك يتناقض مع متطلبات التنمية. لكن 1974 يقع تغيير الدستور حتى يصبح بورقيبة رئيس مدى الحياة. 1975
بورقيبة نفسه الحداثي العلماني كما يقولون، وحتى أن راشد الغنوشي وغيرهم كتبوا عنه التطرف العلماني، بورقيبة وكمال أتاتورك نموذجا. بورقيبة العلماني يخطب بمناسبة المولد يوم 25 مارس في جامع عقبة بالقيروان، يقول في النظام الرئاسي الرئيس هو الإمام، ومن يعارض الرئيس فقد عارض الإمام، ومن عارض الإمام فقد عارض الله ورسوله، بناء على آية الأمراء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. تلاحظ كيف أن المستنير الذي كان يستمد سياسته من مشروعية شرعيته من برنامجه ومن عمله، عندما تنتهي تلك الشرعية تهترئ تلك الشرعية، يعود إلى البحث عن الشرعية في الدين. طبعا عندي مجموعة من الأسئلة حول العلاقة بين السياسي والديني، محور كامل، لكن بسبب هذا الموقف دخلت السجن 6 سنوات. دخلت السجن 6 سنوات، دخلت السجن سنة بعد أن أصبح بورقيبة رئيس مدى الحياة. وأذكر أنه يوم وقع تمرير هذا كنت ممن رفع شعار، وأنا كنت من ابتدع هذا الشعار لبورقيبة بي ولنويرة خليفة، لأن في المشروع نويرة كان وزيره الأول، والمشروع أنه في صورة شغور منصب الرئاسة الوزير الأول هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية. يعني الشعار كان لبورقيبة بي ولنويرة خليفة يلزم الانتخاب والديمقراطية. يعني نعم. من هذا الموقع كانت معارضتنا لبورقيبة. بالطبع بورقيبة كان في الستينيات دعا إلى الاشتراكية، كانت تجربة اشتراكية في تونس مستوحاة من النموذج اليوغوسلافي، ولكن هذه الاشتراكية كانت اشتراكية بيروقراطية. نحن كنا نطالب أيضا بالاشتراكية، كان بورقيبة ينادي بالديمقراطية، كنا ننادي بالديمقراطية أكثر منه، كنا ضد مبدأ التخليف. نعم. وهنا المفارقة المهمة والمثيرة، لأنه أنا شفت صورة لك في كتابك عن تجربة السجن، صورة لبيت الشعر اللي نشأت فيه، والخيمة، الخيمة، احنا نقول بيت الشعر، احنا نقول في تونس البدو يقولوا بيت الشعر. نعم. وهناك شعر جزائري يقول بيت من الشعر وبيت من الشعر، فأنت نشأت في بيت من الشعر. ثم بسبب رؤية بورقيبة المستنيرة أتيحت لك الدراسة. طيب. تعلمت ثم ناهضت مواقفه السياسية. هل تجد هنا مفارقة في هذا الصورة؟ لا أجد فيها مفارقة، لأنني يعني كما قلت أنا ابن الوجه المستنير لبورقيبة. ولما دخل الوجه المستنير لبورقيبة في تناقض، المفارقة هي في سياسة بورقيبة. بورقيبة كان المفارقة هي في هذا الوجه المزدوج لبورقيبة وليست فينا احنا، نحن بقينا أوفياء للوجه المستنير. الوجه المستنير، نعم. وبالتالي ليست مفارقة. هو حاول بورقيبة قبل أن نخرج من السجن أراد مقابلتنا وليقول لنا أنا لو لم أكن أنا لما رحت، نعم، لما درستم ولما أصبحتم معارضين لي. فقلنا له بإمكانك أن تفتخر بأنك كونت جيل من الشباب الذي يستطيع أن يقول لك لا عندما يجب أن يقال لك لا. نعم. والحديث عن يعني تبعات ما حدث في تونس في السنوات الماضية، دائما نقول أن ربما أن إرث بورقيبة حمى المجتمع التونسي من الوقوع في فخ النهضة وجماعات الإسلام السياسي عموما. هناك إرث بورقيبة، لكن بورقيبة نفسه هو يعني وريث لإرث الإصلاحات في تونس منذ القرن 19 مع خير الدين باشا، المدرسة الصادقية التي تكون فيها بورقيبة. فالإصلاحات تونس يجب التذكير سنة 1862 كان أول دستور في العالم الإسلامي كان في تونس. نعم. كانت هناك إصلاحات، نتيجة هذه الإصلاحات ظهر رأي عام، نخبة، مجتمع مدني، شيئا فشيئا بدأ يتكون في تونس وأنتج فيما أنتج بورقيبة الذي كان إبان الحرب ضد الاستعمار
الوجه المستنير في الحركة الوطنية في تونس، وبورقيبة ورث ذلك واعتمد على ذلك للقيام بإصلاحاته ببناء الدولة الحديثة. صحيح أن عندما فر بن علي الإرث وإرث الوجه المستنير لبورقيبة، إرث الإصلاحات التي قام بها بورقيبة في تواصل مع إصلاحات القرن التاسع عشر، هي التي سمحت للمجتمع المدني في تونس، للقوة الديمقراطية في تونس، للمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس ونحن منهم، بأن تتصدى لمشاريع النهضة. ولا بد من التذكير هنا أن النهضة لم لم تصل إلى ما وصلت إليه من تلقاء ذاتها، لم تبتعد عن النهج الذي انتهجه مرسي وغيره في البلدان الأخرى من تلقاء نفسها، هي اضطرت إلى ذلك اضطرارا، اضطرت لذلك اضطرارا بسبب ردة فعل المجتمع المدني. وأنا أذكر ما صار في سنة 2011-12-13 وكانت النهضة في السلطة وحاولت تمرير مشروعه هو من نفس الطينة ومشروع مرسي في مصر، ولكن ما جعلها تتراجع عن ذلك هو نهوض المجتمع المدني والقوة الديمقراطية لرفض ذلك المشروع وفرض الإطار الحوار الوطني تحت إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة، رابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين، إضافة إلى بقية مكونات المجتمع. وتمت صياغة الدستور الحالي لا في إطار المجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه النهضة كما يسوق لذلك راشد الغنوشي وأنصار النهضة، وإنما في إطار الحوار الوطني الذي رفض المجلس التأسيسي. يعني تغلب فيها 40 سنة في فرنسا ومع ذلك تعيش تفاصيل الحراك والحدث التونسي. لم أنقطع بت عن أعود دائما باستمرار إلى تونس حتى في عهد بن علي، كنت أناهض بن علي وأعود إلى تونس وأقول ليوقفني بن علي من أجل أفكاري. طيب خلنا نأخذ المحور الفكري في هذا اللقاء، بس بعيدك إلى عام 1982 من مقالاتك الأولى اللي أنت أصلا حذرت فيها من الإسلام السياسي والتي طبعا أثارت عليك مشاكل وقتها، مقال الدين والدولة وحقوق الإنسان. بعد هذا المقال سخط عليك زملائك من اليسار ومن الإسلاميين وقتها، ما الذي حصل حينها ولماذا كانت تلك النقاشات حول هذا المقال؟ لابد من التذكير بأن اليسار العربي عموما بما فيه اليسار التونسي واليسار العالمي ما كان يعير أهمية كبيرة لحقوق الإنسان ولمسألة العلمانية. ومقالي هذا الذي أشرت إليه كان يريد تبيان، وهو ما كان موضوع مطروح الدكتوراه التي خرجت منها هذا الكتاب، العلمانية وحقوق الإنسان في الفكر السياسي العربي المعاصر. كانت أطروحتي أنه لا يمكن أن ندافع بصورة وفية عن حقوق الإنسان بدون أن نكون علمانيين، ولا يمكننا أن ندافع عن العلمانية بصورة وفية دون تبني حقوق الإنسان. وبينت كيف أن من دافعوا عن العلمانية وغضوا الطرف عن حقوق الإنسان انتهوا إلى التراجع عن العلمانية، مثال ذلك حزب البعث في سوريا وفي العراق، مثال ذلك كمال أتاتورك الذي كان إذن كان علماني في البداية، ولأنه لم يكن ديمقراطي ويؤمن بحقوق الإنسان انتهى بالتراجع عن علمانيته. وكذلك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان دون تبني العلمانية دائما يبقون في إطار حقوق الإنسان المسلم، حقوق الإنسان المسيحي، حقوق يعني حقوق الجماعة التي ينتمون إليها، ولكن عندما تمس حقوق الجماعات الأخرى لا يحركون ساكنا. حقوق الإنسان لا يتذكرونها إلا عندما تضطهد حقوقهم هم فيفتحون مظلة حقوق الإنسان، وهذا ما فعله راشد الغنوشي وما فعلته النهضة في تونس.
تذكروا حقوق الإنسان عندما سلطت عليهم عصا القمع من طرف بن علي. ولكن ما إن ذهب بن علي وارتقوا إلى الحكم حتى تنكروا لحقوق الإنسان ولمن تحالفوا معهم على أرضية حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان. كانت انتهازية طبعا. إذن في اليسار كان كذلك مقولة أن حقوق الإنسان هذه مقولة مرتبطة عن موجودة في نقد ماركس لحقوق الإنسان في المسألة اليهودية، ينتقد حقوق الإنسان على أنها هي حقوق الإنسان البرجوازي. هذه الإعلانات كانت تتكلم عن حقوق الإنسان، ومن ثم كان هناك يعني انتقاص من حقوق الإنسان ومن الديمقراطية الليبرالية على اعتبار أنها ديمقراطية شكلية. وورث اليسار في العالم العربي عن ماركس هذه الفكرة، ونحن نذكر المآسي التي وصل لها الانتقاص من حقوق الإنسان في الاتحاد السوفيتي وفي كمبوديا وفي التجارب الاشتراكية المختلفة التي انتقصت من حقوق الإنسان، فانتهت إلى الانتقاص من الطابع العلماني لدولها. تقول دكتور محمد الشريف فرجاني: العلمانية ليست دينا جديدا وليست موقفا إيديولوجيا، إنما هي موقع من كل الأديان تحترم القناعات والانتماءات الدينية ولا تتحيز لواحدة منها على حساب الأخرى، فتقف على المسافة نفسها منها جميعا. مظلة لكل الأديان والمذاهب، ولكن شوه مفهوم هذا المفهوم لا يطرح في الخطاب العربي اليوم، وليس فقط في الخطاب العربي اليوم. هناك فهم إيديولوجي، هناك تأويل إيديولوجي للعلمانية على أساس أنها موقف معادي للأديان. عرفته فرنسا في مع روبسبيير أثناء الثورة الفرنسية، ثم بعد ذلك مع إرنست رونو الذي كان مستشرقا وعمل كثير حول ابن رشد والإسلام، وكان مستشرقا يهتم بكل الأديان. كان موقف هؤلاء العلمانيين هو أن العلمانية هي موقف مضاد للأديان، والذي انتصر في فرنسا مع الجمهورية الثالثة هو هذا الموقف الذي أتحدث عنه، مع جان جوريس، مع أريستيد بريان، مع جول فيري، أنه العلمانية القانون الفصل بين الدولة والكنيسة. الفصل الأول فيه يقول: الجمهورية تؤمن حرية المعتقد وتضمن حرية إقامة الشعائر للجميع، ومن أجل ذلك لا يجب أن يكون للدولة دين. الدولة ليس لها دين، هي دولة الجميع. دولة الجميع، نعم. دولة الجميع وليست. لكن في القرن العشرين وقعت تجارب أضافت إلى شيء جديد، هو الدولة الإيديولوجية، الدولة العقائدية. عندما يضع ستالين في الدستور الاتحاد السوفيتي الماركسية اللينينية مبدأ للدولة، ويفعل كذلك نفس الشيء بول بوت، ويفعل ذلك ماو تسي تونغ، فإن ننتهي إلى دولة لا تقل اضطهادا للفكر ولحرية الضمير من الدولة الثيوقراطية، الدولة الدينية. وبالتالي فأن العلمانية يجب أن ندافع عنها كهذا الموقف الذي هو فوق كل القناعات الخاصة، سواء كانت دينية أو فلسفية. ليس للدولة عقيدة سواء كانت فلسفية أو دينية، الدولة يجب أن تكون فوق الجميع، وهذا هو مبدأ العلمانية. وللجميع. وللجميع. طيب دكتور محمد، بستأذنك بالفاصل الأول، أعود بعده وأطرح معك بعض مقولاتك في قضايا العلمانية وفكرة الاستثناء الإسلامي، لكن بعد الفاصل أقول. We'll be right back.
إذن مشاهدي ومستمعي حديث العرب، نواصل هذا الحوار مع المفكر التونسي الدكتور محمد الشريف فرجاني. فكرة الاستثناء الإسلامي كيف نشأت فيما يخص العلاقة بين الديني والسياسي؟ لابد من التأكيد على أن فكرة الاستثناء الإسلامي لم يبتدعها مستشرقون مثل برنارد لويس. هذه الفكرة موجودة عند المسلمين أنفسهم بأن الإسلام هو استثناء بالنسبة لباقي الأديان. المسيحية وقع تزييفها، واليهودية وقع تزييفها، والديانة الأخرى نعترف بها كديانات ترجع للملل والنحل الشهرستاني، والفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي، وكل ما يكتب عند المسلمين يعني الإسلام وحده هو الدين الحق الوحيد. وهذه الفكرة أيضا نجدها حتى عند جمال الدين الأفغاني في القرن 19، وهو أبو التحديث، أبو الإصلاحات، أبو يعني هو الأب الروحي لمحمد عبده، لقاسم أمين، للإصلاحات في العالم العربي. كان يقول عن الإسلام، يقول أن الإسلام دين شامل خلافا لبقية الأديان، ويعتمد على أعطي لقيصر ما لقيصر وأعطي لله ما لله. المسيحية تفصل والإسلام لا يفصل. فالمستشرقون الذين يقرؤون الواقع الإسلامية من خلال مقولات الفقهاء والفكر السائد في العالم الإسلامي، وليس من خلال دراسة معينة لما يحياه المسلمين في المجتمع، دراسة اجتماعية. أعتقد أنك تهتم بالعلوم الاجتماعية والسلام. لا ينطلقون، ينطلقون من النصوص. ومن أي نصوص؟ من النصوص السائدة، نصوص الفكر السائد. قالوا أيضا بالاستثناء الإسلامي، الاستثناء الإسلامي لا يوجد نظير لقولة المسيح أتي لقيصر لما لقيصر. وبنوا على ذلك نظرية أن الإسلام يمثل استثناء بين الأديان لا يمكن أن يقبل لا بالديمقراطية، لا بحقوق الإنسان، لا بالحرية، لا بالفصل بين السياسي والديني. وانطلقت في الجواب عن كما قلت الإسناء من مجال اختصاصي الذي هو العلوم السياسية، ورأيت أن كما ذكرت في منذ حين أنه لا يوجد فرق بين الأديان انطلاقا من وظيفتها الأساسية هي مساعدة الإنسان على إضفاء معنى على وجوده، على أفعاله، على سلوكاته الفردية والجماعية. وبالتالي الدين الذي يقول أن سلوك الإنسان وما يحيى الإنسان لا يهمني لما كان له في وجود الديانات التي لم تعد تقدم أجوبة من هذا النوع انقرضت. وبالتالي الإسلام لا يمثل استثناء. وكما عرفت الأديان الأخرى المزج بين السياسي والديني ثم الفصل، عرف الإسلام المزج بين السياسي والديني، وهو بصدد التوصل إلى الفصل، لكن في ظروف ما زالت الديمقراطية لم تنتصر فيها بعد في أغلب المجتمعات الإسلامية. تقول كل الإعلانات المحلية والقارية والثقافية والدينية هي دون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكنها في الوقت نفسه تدخل في تلك الصيرورة وتبحث لنفسها عن تأصيلات حتى يقبل الإنسان العربي من منظور المتدين بحقوق الإنسان. يعني هل تعترض على حاجة الإنسان العربي لتأصيل القيم الحديثة دينيا؟ لا، مشكلتي ليست هذا. مشكلتي هو أنه حقوق الإنسان لما ظهرت وقعت معارضتها في كل الديانات باسم حقوق الله، وقعت معارضتها في المسيحية من طرف الكنيسة باسم أنها معارضة لحقوق الله. وعندما انتصرت حقوق الإنسان عند ذلك جاء هذا التلفيق اللاحق مع الفاتيكان، مجمع الفاتيكان الثاني، وأصبح وتبنت الكنيسة حقوق الإنسان. نفس الشيء الإسلاميون والأوساط المحافظة في المجتمعات الإسلامية عارضت حقوق الإنسان على أساس أنها معارضة لحقوق الله. وعندما أصبحت مقولة حقوق الإنسان تجد من يدافع عنها في المجتمعات الإسلامية منذ السبعينيات وثمانيات القرن العشرين،
عند ذلك ظهرت إعلانات مسيحية، الإعلان المسيحي لحقوق الإنسان، الإعلان اليهودي لحقوق الإنسان، الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان، الإعلان الصيني لحقوق الإنسان، الإعلان الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى آخره. عندما ندرس كل هذه الإعلانات نجد فيها من ناحية تبني لما قلت حقوق الإنسان، مع محاولة لإيجاد مبررات لها من داخل المنظومة الثقافية الدينية الخاصة بكل مجتمع. أنا أعتبر هذا التمشي شيء طبيعي بشرط أن يكون وافي. عندما تقرأ الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان المسلم تجد دائما هذه حقوق الإنسان دائما احترامها في إطار الشريعة، في إطار الشريعة، كل مبدأ في إطار الشريعة. إذا ناقض الشريعة معنى ذلك لا معنى له. والشريعة ليست مفهومة على أساس أنه مفهوم الواسع الذي قال به ابن قيم الجوزية الشريعة مبناها على الحكم وعلى مصالح العباد في المعاش والمعاد، فحيثما ظهرت أمارات العدل وبأية وسيلة كانت فثمة شرع الله والسياسة العادلة من الشرع حتى ولو لم يأتي بها، وإنما الشريعة على أساس أنها قانون لا يمكن أن يطرأ عليه طريق. إذن عندما يأتيني يفرغ مقولة حقوق الإنسان يفرغها من مضمونها باسم الشريعة، هذا باسم الشريعة، والآخر باسم الخصوصية الدينية لهذه الجماعة، هو تبني في القبول بالمقولة شيء إيجابي لكن وتخضع لتفسير الناس لمفهوم الشريعة. هاي مشكلة. طيب خلني أنتقل بك إلى فكرة تطرح اليوم في فرنسا، وأنت تعيش هنا في فرنسا، مشروع الإسلام الفرنسي تدعم الدولة بشكل واضح، الدولة الفرنسية، ألا يتعارض هذا، ألا يتنافى مع علمانية الدولة في فرنسا؟ أكيد، وهذا ما قلته للسلطات الفرنسية. إذا كانت الدولة دولة علمانية فلا دخل لها في طريقة تسيير المسلمين والمسيحيين واليهود والكنيسة الإصلاحية في تسيير شؤونهم الدينية، هذه مسألة بين المسلمين، على المسلمين نحن نضع، الدولة العلمانية تضع الإطار لتعايش بين المواطنين على اختلاف قناعتهم الدينية أو الفلسفية، هذا هو الإطار، وأنتم عليكم أن إذا ما قبلتم بهذا الإطار فمرحبا، إذا لم تقبلوا به فأنتم خارج اللعبة بحكم اختياركم وليس لأننا نحن أقصينا. هذا ما قامت به الجمهورية الثالثة مع الكنيسة الكاثوليكية التي رفضت قانون 1905. أنتم رفضتم، أنتم خارج اللعبة. اليهود والكنيسة الإصلاحية قبلت بذلك فدخلوا. المسلمين في ذلك الوقت في الجزائر كانوا يطالبون بأن تطبق عليهم قانون الفصل، ولكن كانوا يريدون إقصاءهم من ذلك، فقالوا لهم لا، نحن نحترم خصوصيتكم الدينية والثقافية في الجزائر، وبالتالي أنتم خارج هذا القانون. يعني هنا تلاعب بالقانون، يعني هناك نوع يعني من الغش، من النفاق، من التلفيق ربما، من التلفيق أيضا. فقلت لهم أنا أقول للمسلمين هذا هو الإطار، كما أقول ذلك للكاثوليكيين، كما أقول ذلك للكنيسة الإصلاحية ولليهود، وأنتم تحلون مشاكلكم، سواء أردتم ناطق رسمي واحد باسمكم جميعا لدى السلطات لتنظيم شؤونكم إداريا، في أي إطار سوف يقع بناء جامع، كيف يتم، لأنه الدولة الفرنسية لا تتدخل في الشعائر إلا من منظور الأمن العام، ولذلك إقامة الشعائر والمؤسسات التي تسهر على إقامة الشعائر تابعة لوزارة الداخلية من هذا المنظور. الدولة لا تتدخل لا في طبيعة الخطابات، لا في توجه الخطاب، لا في التنافر بين الكاثوليك التماميين ألا تتدخل حينما يصبح الخطاب
يعني مثلا أنت تقول أن خطب المساجد في فرنسا تبعد المسلمين عن محيطهم وتزيد من عزلتهم واغترابهم، هذا وقع. وحينما تحرض هذه الخطب على العنف والإرهاب، ألا هذا يتعارض مع مبدأ الأمن العام؟ بالضبط. هنا تتدخل الدولة تتدخل كما تتدخل في الكنيسة، كما تتدخل في المعابد اليهودية، كما تتدخل عندما يكون هناك تهديد للأمن العام. هذا هو، خارج ذلك فالدولة لا تتدخل. ليس للدولة أن تحدد ما هو الإسلام الذي يجب أن يتبعه المسلمين، وليس لها أن تحدد ما هي الكاثوليكية التي يجب أن يتبعها الكاثوليكيون، ولا ما هي اليهودية التي يجب أن يتبعها اليهود. هي تضمن الإطار الذي يضمن التعايش معا، تضبط يعني قوانين الإطار الذي يضمن قوانين التعايش معا، حتى لو كان هذا الدين، أيا كان هذا الدين، يتعارض مع اندماج من ينتمي لهذا الدين مع ثقافة المجتمع، مع طبيعة المجتمع. عندما ما يعيبونه على الخطاب الإسلامي المعارض، نجده في الخطاب اليهودي المتزمت في، والذي يلقى في الكنائس، والذي بموجوده وجدت مدارس يهودية فيها مجموعات منغلقة على المجتمع ولم يمنعوها. يوجد نفس الشيء مع الكنائس الإنجليكية التي جاءت من أمريكا ومن بريطانيا في الأحياء الشعبية وتقوم بنفس الشيء. نتعامل، العلمانية هي أن لا نكيل بمكيالين، نعامل الجميع على نفس الأساس. أنا يمكنني كمفكر يهمني مآل المسلمين في فرنسا وفي العالم، ومآل المسيحيين في فرنسا وفي العالم، ومآل اليهود في فرنسا وفي العالم، ومآل الإنسان في أي مكان. نعم. في كل مكان. يمكنني أن أقول أن هذا الخطاب للكنيسة، أن هذا الخطاب لليهودية، أن هذا الخطاب للبوذية أو الهندوسية منقض حقوق الإنسان. وأقول نفس الشيء، هذا الخطاب الإسلامي مناهض لحقوق الإنسان. كمفكر أقول لك، لكن لا أعتمد على الدولة في أن تفرض وجهة نظري أنا على حول. نعم. لا، أنا لست في حاجة إلى الدولة لكي تقول بهذه الطريقة يجب أن نفرض حقوق الإنسان. الدولة ليس لها كده، الدولة تضبط القانون. طيب، في إطار التطرف اليميني اللي يعني دائما يطرح في حواراتنا، ترى أنت أن العداء للإسلام والمسلمين تأثر كثيرا بمقولات برنارد لويس إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى؟ والحالات على برنارد لويس موجودة في الكتابات. أنا ما أريد، إذا أردنا أن نتعامل مع ظاهرة الإسلام السياسي، وأنا ضد الإسلام السياسي بوضوح، بصورة صحيحة، هو يجب أن ندرجها في إطار ما يعرفه العالم من ثورة محافظة أدت إلى صعود ترامب إلى الحكم، بعد صعود ريغان، وبعد صعود بوش الأب والابن. من وراءهم هي المحافظون الجدد، أدت إلى انتصار تاتشر والبريكسيت على أساس الحنين إلى نظام تاتشر، أدت إلى صعود اليمين الجديد في كل البلدان الأوروبية ووصل إلى الحكم في إيطاليا. هي ظاهرة كونية تسمى الثورة المحافظة، هذه أي العودة إلى ما قبل ما كانت عليه، حنين إلى الإيديولوجيات التي كانت موجودة قبل الحداثة وقبل العلمانية وقبل حقوق الإنسان وقبل الديمقراطية الليبرالية. هي هذه ما يسمى بالديمقراطيات اللاليبرالية، يعني ديمقراطية لا تقبل من الديمقراطية للانتخاب، وعندما أصعد إلى الحكم أفعل ما أشاء. فهمتني؟ نعم. سلم إلى السلطة. أيوة. نعم. هي وسيلة الوصول. وما نلاحظه بين هذه الجماعات كلها هو زواجها مع الليبرالية الجديدة كنظام اقتصادي. كلهم يؤمنون بمبادئ الليبرالية الجديدة، سواء في أمريكا أو في بريطانيا أو في أوروبا. هناك تبني لوصفة الليبرالية الجديدة
التي تطالب بأن لا تتدخل الدولة في الضمانات الاجتماعية من في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجالات مختلفة، انسحاب الدولة من كل ما هو اجتماعي، هذا الليبرالية بخصوصيات الليبرالية. ثم وماذا يتبقى للآخرين؟ يتبقى لهم، لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون فقط مستهلك كما تريده الليبرالية. إذن باقي إرث برناند لويس اليوم في مخيلة المفكر أو الباحث الغربي حينما يتحدث عن الإسلام. برنارد لويس كان مستشار لدى بوش. برنارد لويس كان ينظر للليبرالية الجديدة. برنارد لويس هو قبل سامويل إنتمبتون سنة 57 بعد حرب السويس قال بصدام الحضارات قبل سامويل إنتمبتون. وسامويل إنتمبتون لم يفعل سوى نسخة مما كان ينظر له برنارد لويس ويعتمدون. ودعاة الإسلاموفوبيا في أوروبا اليوم يعتمدون على مقولات برنارد لويس. طيب بستأذنك بالفاصل الثاني وهو الفاصل الأخير، أعود بعده وأطرح معك بعض الأفكار من كتبك ومقولاتك بعد الفاصل. إذن نحن في الجزء الأخير من هذا الحوار مع الدكتور محمد الشريف فرجاني، وسؤالي هنا عن مقولة لك تقول فيها: عندما يتراجع الفكر الفلسفي تولد أرضية لظهور الأيديولوجيا، فالأيديولوجيا تترعرع على أرضية تراجع الفلسفة. تعطي الفلسفة هذه الأهمية؟ أنا اختصاصي في الأساس فلسفة، ودرست الفلسفة في تونس قبل أن أذهب إلى التخصص في العلوم السياسية. إذن غياب الفلسفة يولد الأيديولوجيا. أيوة، الفلسفة كفكر نقدي، الفلسفة هي الفكر النقدي، الإيديولوجيا هي التمويه. يعني التمويه بما معنى أن الإيديولوجيا هي أن أقنع الناس بأن المصالح الخاصة لشخص ما أو لفئة ما هي مصلحة الناس جميعا. هذه الوظيفة الأساسية للإيديولوجيا، وهي معاكسة تماما للوظيفة النقدية للفلسفة. ومن هنا أقول وأدافع عن ضرورة تدريس الفلسفة لا فقط في المراحل المتأخرة من التعليم، بل منذ البداية. بالإمكان أن ندرس الفلسفة حتى للأطفال الصغار إذا أردنا أن نجعل منهم أشخاص يفكرون بذواتهم، ليست هناك وصاية على فكرهم. أنت كأستاذ في فرنسا ولكنك قريب للحراك وللأحداث في تونس كما تحدثنا في هذه الحلقة، هل فاجأك وجود عناصر من الشباب التونسي منضمين بفاعلية مع جماعات مثل القاعدة وداعش؟ لم يفاجئني ذلك لعدة أسباب. أولا، لأن هذا الشباب الأفق مسدود أمامه، يريدون أن يخرجوا إلى أي جهة كانت. الإتيان إلى أوروبا والبلدان التي يطمحون إلى الالتحاق بها صار صعبا بحكم الشروط التي تفرض على الحصول على تأشيرة، وتتطلب مالا كثيرا. هذا الشباب الذي يريد دائما أن يخرج من تونس، لأن الثورة للأسف إلى حد الآن لم تتحقق المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي قامت من أجلها الثورة في تونس، ووجدت أمامها دولة ضعيفة اخترقها الإسلاميون عندما كانت النهضة في الحكم، وكلهم خرجوا بجوازات سفر عبر تركيا ليلتحقوا بداعش، وكلهم خرجوا مقابل لا فقط أنهم حصلوا على تذكرة السفر ووعدوهم بالحصول على
إضافة إلى الجنة، إلى أنهم سوف يصبحوا أسياد العالم، كميات من الأموال دفعت إلى عائلاتهم بعلم النهضة. مش بعلم النهضة، النهضة هي التي صفرتهم وأقمكنتهم من زوايا السفر، والنهضة الآن تعارض عودتهم حتى لا تنفضح ينفضح أمرهم، والنهضة إلى اليوم تعارض التحقيق في ملفات هؤلاء الذين التحقوا. ويعني وأنا أعلم أن أحد الشباب من مدينة نابل هو ابن عائلة مهاجرة في ألمانيا في زمن بن علي، كان يريد العودة إلى ألمانيا، كان حلمه هو العودة إلى ألمانيا، لم يكن يفكر بأي شيء آخر. في مرة من المرات كان بصدد مقابلة كروية في مدينة نابل، جاء بوليس بن علي وأوقف الجميع ودخل، فوجد نفسه مع، لم يكن يعلم أنه كان مجموعة مع مجموعة من الشباب الذين ينتمون إلى الإسلام السياسي، وقمعه ابن علي. ثم هذا الشاب، تأتي الثورة بحكم تلك ذلك المرور من السجن، يصبح من العناصر المقربة من النهضة، ثم ينشط مع النهضة، ثم يلتحق بداعش. عنده كتاب للصحفي الذي حقق معه اسمه عائد من الرقة. عائد من الرقة، عائد من الرقة، فهمت؟ ويقص على الصحفي كيف خرج، لماذا خرج، ثم حتى هارب من الرقة، مش عائد من الرقة، هارب من الرقة. إذن أنت تقول الفترة اللي حكمت فيها النهضة شجعت ودعمت ومولت التحاق الشباب التونسي وبعض الفتيات أيضا بداعش وغيرها. أكيد يعني هذا تهمة خطيرة، ليست تهمة خطيرة، هذا موجود في كتب ألفت حول هذا من طرف بريطانيين، من طرف أمريكان، من طرف فرنسيين، ومن طرف تونسيين. تحت هذا الهادي أحمد كتب تحت راية العقاب، وكتب هارب من الرقة، وهو تحقيق ميداني مع الذين، وهؤلاء الشباب هم أيضا يتكلمون كيف أن النهضة هي التي، لكن قيادات النهضة تقدم نفسها على أنه يعني تيار سياسي لا يميل إلى العنف ويريد أن يمارس السياسة. لماذا لا يسمحون باللجنة البرلمانية بأن تفتح تحقيق في هذا؟ لماذا إلى حد الآن يمنعون التحقيق في هذا؟ في هذا الموضوع. يعني أنت ممن يقول بأن الجماعات المتطرفة الإرهابية هي ذراع عسكري للإسلام السياسي؟ وهذا ما كان يقوله رشد الغنوشي، هؤلاء هم أبنائي يذكرونني بشبابي، عندما كانوا يلتحقون بجبال الشعامبي في تونس يعني بهذه المعسكرات التي توجد إلى اليوم. وزير الداخلية علي العريض الذي هو الآن الأمين العام لحركة النهضة يقول هم شباب يمارسون الرياضة في الجبال، لماذا تريدون أن نمنعهم؟ وكانت هناك تحقيقات صحفية وتبين ما يقوم به هؤلاء الشباب. يعني هذا أبو سفيان من الذي إذن هي ربما أنصار الشريعة كانوا ينشطون، والتعليمات تأتي من وزارة الداخلية للشرطة بأن لا يتدخلوا ضد مظاهرتهم، هجومهم على السفارة الأمريكية أيام النهضة. طبعا أيام النهضة، في حكم النهضة. هناك من يقول أنه كانت هذه في سياق مشروع للسيطرة لاحقا عسكريا على المجتمع التونسي، على الدولة التونسية. انقلب السحر على الساحر، كذا راشد الغنوشي والنهضة تعتبر أنها بإمكانها هي أن تستعملهم وتوجههم، وعندما تقول لهم تقفون هنا يقفون هنا، وعندما تقول لهم تستعملهم ضد خصومها يذهبون. لكن هؤلاء هذا الشباب سائل، فهمتني، لا يقبل بهذا التطويع بهذه. قلت لي يجب إقامة الدولة الإسلامية، لماذا أنت رشد الغنوشي لا تقيم هاك في الحكم؟ لماذا لا تقيم؟ تريدون التطبيق الشريعة، لماذا خونوا رشد الغنوشي وقالوا له، فهمتني، وهو إلى حد الآن يحميهم، وهو حتى الآن يريد أن يقع العفو عنهم قبل أن يعودوا. هل تخشى من النهضة مستقبلا، أم في ظنك وعي المجتمع التونسي سيوقف هذا المد الإسلام السياسي عند حده؟ لو كانت النهضة بمفردها في المجتمع التونسي أخشى،
لكنني أنا أثق في الشعب التونسي. كانت النهضة في الحكم وهو الذي أخرجها من الحكم الشعب التونسي في إطار ما يسمى بالحوار الوطني. نعم. وفي إطار تلك الوقفات الحاشدة لي عشرات ومئات الآلاف من المواطنين ضد حكم النهضة. نعم. وهي في الحكم. أنا ثقتي ليست في النهضة، ثقتي في المجتمع التونسي الذي سوف يفرض على النهضة. جميل. سؤالي الأخير عن تجربة الدكتور محمد مع الخيمة، هل ما زالت ذاكرة تلك التجربة مع الدكتور محمد، وهل تحن للخيمة؟ أنا مع تلك المقولة التي تقول إذا أردت أن تذهب إلى المستقبل بثبات يجب أن تكون وفيا إلى من حيث أتيت، وأنا لم أنقطع طالما كانت الخيمة موجودة. كنت أسبوعيا لما كنت أعمل في تونس بعد السجن أذهب، لما كنت في السرية كنت أسبوعيا ليلا أذهب إلى تلك الخيمة، ومع جدتي التي لم ترني لمدة 4 سنوات لأنني كنت محروما من العودة إلى تونس، وعدت سريا إلى تونس. كان الناس يفرون من تونس سريا، أنا عدت إلى تونس سريا عبر الحدود الجزائرية. نعم. وذهبت، وعندما رأتني جدتي تحت الخيمة قالت لي أبي الآن أشنقني، تحققت أمنيتي رأيته. وأنا أيضا كانت أمنيتي أن أرى جدتي وأرى الخيمة وأعود إلى الخيمة، وطالما كانت الخيمة موجودة كنت أعود إليها. ولا أتصور نفسي متنكرا لذلك الماضي. لا. هل نصبت خيمتك في فرنسا؟ أنا الآن أواصل الترحالة الذي كان أبي يقوم به، عائلتي كانت تقوم. نعم. به بين السباسب السفلى وسهول الشمال في تونس. أنا واصل الترحال وفي للترحال لكن على مستوى عالمي. بدوي في فرنسا. الدكتور محمد الشريف فرجاني، كاتب ومفكر تونسي مقيم في فرنسا، أشكر. وفي تونس الآن بعد التقاعد. نعم. شكرا. واصل الترحال بين فرنسا وتونس. شكرا لقبولك دعوتنا في حديث العرب. شكرا لكم للدعوة. كما أشكر مشاهدي ومستمعي حديث العرب على هذه المتابعة. نلتقي الأسبوع القادم، إلى اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا.